باش نشوف تمشي تداوى تعالج نفسيا معترف به ماشي مع العقلي خاصني هادشي علاش انا جيت لهنا وقلت المساهمه ديالي القصيده شويه ولكن حنا باش نزيدو نساهمو في اطار توعوي وتحسيس للناس باش يبقاو يتعالجوا باش ما يبقاوش مضغوطين نفسيا خاصهم يتعالجوا شنو هي الكلمه ديالك هاد المونتين ديال الهواء الناس ديال الصفر والناس ديال كلمة تحترم ورفع قبعة لهاد الناس هذا الفيدراليات والجمعيات الصفاء الحرفيين والتقليديين لان تيديروا مجهود كبير والعمل جميل وهذا شنو هي الرسالة اللي تبغي توصلي كفنانة؟ كفنانة كنتمنى ان الفن يبدا من الصغر ونشجعه من الصغر باش ما يكونش هاد الضغط النفسي هذا حنا في دراسة صعبت ووسط ديال نهار كامل حتى تنكبروا باش تقاس هو تيكبر معانا الضغط النفسي تيكبر معانا دونك الا كانت واحد الفسحه فنيه ثقافيه هذاك الطفل الصغير وتكون مندمجه في الاطار التعليمي يكون 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 الفن ماده اساسيه ما يبقاش الفن غير تفتح فني حتى لاخر الساعه مره في السيمانه غادي ندوزو نشوفو شنو اللون هذا لا يكون الفن يعني مسرح موسيقى رياضه كذلك رياضه فن ديال الجسد لغه الجسد كذلك حتى هو هادشي هذا خصو يكون تامي البويوسفي رئيس فيدراليه جمعيه الصناع والحرفيين للتواصل والتنميه الاجتماعيه كان عندنا هذا النهار ندوه تحسيسيه فكريه اطرها لنا الدكتور النفسي اللي هو كوتش سي بن عيسى الزياني جزاه الله خيرا واحسن اليه الندوه كانت في مستوى رائع الحضور كان ممتاز رغم الامطار الخير امطار الخير الحمد لله الندوه كانت في المجمل ديالها تتكلم على الضغط النفسي الضغط النفسي اللي هو كنعانيو به جميعا كل المغاربه دو ا زد ما كاينش نقول لك هذا موظف ولا هذا صنايعي ولا هذا مهندس ولا هذا يعني حنا كاملين كنعيشوا هذا الضغط هذا والندوه التحسيسيه ديالي تقريبا انني حاولت نقرب الصناع والحرفيين لهذا الضغط النفسي اللي كنعيشوه سواء مع لي كليون سواء مع في بيوتنا مع وليداتنا مع السيارات كنتعصبوا داكشي المهم الندوه خرجت وعطت الاكل ديالها ان كل شيء استفاد والحمد لله اننا خرجنا بواحد البيان ختامي اللي هو ضروره ملحه على ان الناس ديال الدكاتره النفسيين او المساعدين الاجتماعيين خصهم لابد يكونوا معنا في المراكز سواء الحكوميه او الغير الحكوميه هذا البيان اللي نسجناه حنا داخل الندوه خصنا يخرج للوجود ويوصل علاش ما يوصلش للبرلمان ونناقشوه لان جميع المواطنين او جميع الناس ولاو في حاجه ماسه للطب النفسي سواء في المعاهد المدارس المعامل الثانويات وزيد 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 كنتمنى ان الرساله ديالي تكون وصلت والندوه تكون عطات الاكل ديالها وكل شيء استفد وشكرا لمجله اصوات شكرا لجميع المنابر الاعلاميه اللي اهتمت بالموضوع وجات لعندنا وشرفتنا شكرا للمركز السوسيو ثقافي ديال حبونا المدير ديالو او الجمعيه لانهم شرفونا كيكبروا بنا مرحبا سي فام انا سعيده جدا انني كنحضر في هذا اللقاء اللي كتنظمو جمعيه فيدراليه الصناع التقليديين بالفرون هذا اللقاء يعني هذا اللقاء الضروري الهدف كله الذي يعالج الضغط النفسي لها من فائدة على الصناع التقليديين وذويهم وأسرهم. شكون كتبغي تشكري؟ كنشكر رئيس الجمعية السيد هاني المنصري اللي دعم الغرفة ولرئيس الغرفة الذي يتعذر عليه الحضور نظرا الذي أتى بوجهة مع المعهد الدولي
كنشكروه جزيل الشكر على هذه الدعوه وشكرا. في اطار الانشطه الوازنه السيكولوجيه اللي كيقوم بها المركز الدولي للدعم النفسي، ارتأينا اليوم شراكه مع فيدراليه جمعيات الصناع والحرفيين للتواصل التربوي والتنمية بالصفر، ممثله في رئيسها الرجل الفاضل الطيب استاذ تهامي، صديق عزيز الذي له واحد الغيره على منطقه صفر او مدينه صفر الجميله الاصيله. واليوم ناقشنا واحد الموضوع اللي هو بغايه الاهميه، اللي هو الضغط النفسي. حسب منظمه الصحه العالميه، الضغط النفسي حاليا هو اكبر قاتل صامت، يقتل اكثر من السرطان، يقتل اكثر من الامراض، يقتل اكثر من بزاف الامراض اللي هي خطيره جدا. الضغط النفسي مرض العصر، منتشر عند الاطفال، عند الكبار، عند الامهات، يقتل بلا رحمه حاليا. وفي اطار واحد التفكير منهجي من اجل وضع الحد لهذا الاضطراب، ووضع ايضا اليد على مكان الخلل ورمي الحجر في الماء الراكد، اعتقد ان هذا يكون واحد القناه، واحد المدخل من اجل التعريف بالاضطرابات النفسيه، ووضع اليد ايضا على الضغط النفسي من اجل فهمه وضبطه وتفسيره، ومحاوله اقتراح بعض الحلول العمليه والنظريه لعلاجه ومحاوله السيطره عليه. كان الحمد لله هذا الندوه وهذا المحاضره. اشكر لجنه المنظمه، الاخوان ديال الاعلام عرفتهم اللي كتبان الحرفيه ديالهم تبارك الله والعطاء ديالهم، اخ تهامي رئيس الفيدراليه، جميع الحاضرين من اطباء ودكاتره وطلبه وايضا امهات واباء. واشكر مدينه صفر اللي تحكينا هذه الفرصه للتعريف وللتحدث عن الصحه النفسيه والثقافه السيكولوجيه اللي غائبه في المغرب، غائبه واحد الغياب كبير ومؤسف جدا، لا عند المثقفين ولا عند غير المثقفين، وهذا مدخل من المداخل وباب من الابواب من اجل التعريف بالصحه النفسيه. وشكرا لكم جميعا. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس اسفل الفيديو ليصلكم الجديد.